عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبكم متابعين في كل مكان. خرجنا النهارده يا جماعه رحله صيد، والحمد لله ربنا وفقنا وجبنا كوبرا حوالي متر و 8 سم وديناها البيت. المكان ده حفرنا فيه اكتر من اربع او خمس مرات، طبعا حطينا التراب مكانه تاني بحيث ان لو حاجه دخلت او خرجت نشوفها. لقينا يا جماعه اثر لتعبان الكوبرا، طبعا شفنا الجوره دي اكتر من خمس مرات او ست مرات، ونفتح الجحر ما نلاقيهاش جوه نسد عليها تاني او نخلي كل حاجه زي طبيعتها تاني. طبعا هنفتح عليها النهارده هنشوف هي موجوده جوه ولا خرجت برده. بس طبعا يا جماعه النهارده الجره داخله مره واحده بس، يعني ان شاء الله نسبه كبيره جدا هتبقى داخل الجحر ومش هتكون خرجت. طبعا يا جماعه الجره او الاثر بتاع الكوبرا داخل الجحر اهي ظاهره كده، ظاهره جامد دي يا جماعه الاثر زي ما عودنا حضراتكم، او الجره بالفعل يا جماعه. الحمد لله الكوبرا داخل الجحر، بس طبعا المسافه كبيره جدا حوالي متر ونص، فلازم نحفر عليها شويه. زي ما بقولكم هنوسع المكان شويه. طبعا يا جماعه والله العظيم الكوبرا جينا لها اكتر من خمس مرات او ست مرات، وزي ما حضراتكم شايفين التراب جبنا التراب طبعا من فوق الطريق ده، طريق مهجور، وحطيناه هنا بحيث ان هي تخش نعرف جروبها. ادي يا جماعه ادي الكوبرا يا جماعه داخل الجحر بتاعها، مسافه طويله طبعا. طبعا يا جماعه احنا كده بنوسع الماسك عشان الجحر ضيق من الداخل، الماسك مش هيخش فيه.
هنحاول نجيب عصايه ونحركها من مكانها. يمكن لعلها عسى انها تخرج. طبعا يا جماعه للاسف الشديد انها عملت كتله علمت نفسها على بعض ومش هينفع تخرج غير لما نفحت الجحر كله، فان شاء الله هنفحته. بنحفر عليه غير معاك. طبعا يا جماعه المكان ضيق جدا، خدت وقت يا جماعه كتير جدا. يا جماعه حوالي متر ونص، خدت مجهود كبير جدا وتعب كتير جدا. ده زي ما قلت لحضراتكم طريق مهجور، طريق ملغي، الحمد لله طبعا يا جماعه ان احنا جبناها. طبعا مش راضي تزيد ده خالص.
بالله عليكم يا جماعه، محدش يحاول يعمل الحركات ديت، لان زي ما قلت لحضراتكم الحركات دي خطر جدا. شوفوا يا جماعه حوالي متر و40 سنتي. لا ما فيهاش حاجه حاجه. انت راسي يا عم، زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه طولها بالظبط حوالي متر و40 سنتي او متر ونص. ادي انيابه الكبرى. فيه نابين طبعا يا جماعه، ممكن يبقى ناب واحد. الناب طبعا الكبير بيتخلع وبيطلع واحد تحت منه بيتبدل. يعني هي غالبا ان هي بيبقى الجنب على طول الشمال بيبقى فيه نابين. طبعا يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم ان ده طريق مهجور ملغي، يعني اخر الطريق هنا، بعد كده مفيش طريق، مفيش حد بيعدي من عليه غير المزارعين والمواشي. بشكر طبعا عم ابو احمد ماهر، تعب معايا النهارده في الفحل. الحاجه طبعا يا جماعه بتدعي لي من حوالي نص ساعه. الله يصلح حالك. الله يخليك يا حبيبي، لان بتقول لاولادي بيسقوا الزرع هنا وخاف عليهم طبعا جدا. الله يخليك يا ام. الله يخليك يا ام. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى عجل، زي ما وعدت حضراتكم كل يوم جديد.